ساعه ما رحنا النادي ورجعنا وانا بتكلم لوحدي وانت ساكته خالص. هقول لك ايه بس، ما انا قلت لك ماليش نفس اخرج. يا سمر يا حبيبتي، اللي بتعمليه ده عمره ما هيرجع حاجه. انا عارف، انا اسف. ازيك يا سمر؟ الحمد لله. ما اتصلتش؟ لا يا حبيبي لسه. طب حضري غدا بقى. اوكي. اصل انا بصراحه كده يا عم وتاخرت. ايه الكلام ده؟ ما ينفعش الكلام ده. امسكي فيها، امسكي فيها، هتتغدى معانا. خلاص هتتغدي معانا؟ خلاص خلاص. مالك بقى قفشه ليه؟ وبعدين بابا كان هيزعل جدا لو ما اتغديتيش معاه. ومش احنا اتفقنا ان احنا اخوات؟ ولا انت بقى مش شايفه ان انا ينفع ابقى اخت ليكي؟ بالعكس والله، بس بصراحه كده يعني انا مكسوفه. مكسوفه من ايه؟ هو انت غريبه عننا؟ تمنيت ان انا اللي كنت موت مش انت. نفسي الزمن يرجع عشان اخليك تحس بقد ايه انت كنت احسن مني. على الاقل حبيتني بجد. تحبيه ازاي وانتي شايلة صورة احمد معاكي؟ انت اتجننت؟ ايه اللي وحشتيني؟ اطلع بره، اطلع بره، حاول لبابا. بقول لك ايه، ابوكي مش فاضلني دلوقتي، مشغول بتخانق مع امي. امك؟ اه. امك دي ما عملتش حاجة عدلة في حياتها غير انها جابتك. مش قوي يعني. اطلع بره وبس. بقول لك ايه؟ انت مش فاهمه قوي كده ليه؟ وعايزني اطريها ليه؟ روح قول لامك تقول اه وتطلعني من فوق راسها وبعدين احتمال اطريها. لو قلت لك انا بحبك. طب وفي ايه؟ وانا كمان. انت كمان ايه؟ طب بلاش افلام العربي بتاعتك دي، ما بحبش الطريقه دي. سيب بينا افلام العربي، خلينا في الاجنبي. خش على الاجنبي. وحياه امك يا ستي، طالما جبت سيره امي خلينا بقى في الهندي. تعالى. حلو. اطلع بره. وفي احلى من الافلام. Thank you.
انشف يا عادل انشف. الله يخرب بيتك يا احمد، انت اللي وصلتنا للي احنا فيه ده. يا ابني انشف، ما ينفعش المسلمين دول يشوفونا عاملين كده، ممكن ياكلونا. ها احمد انا عامل على روحي والله. امسك نفسك. انهار كملت. ايه في ايه؟ ايه؟ قابل. فل الفل. بلا شفت لك كملت. انت هنا ولا ايه يا بلح؟ لا انا هناك ان شاء الله. لا يا راجل، كنت فاكرك هنا يا اخويا. مساء الخير يا بلح. مساء الفل. واضح انك هنا يعني بقالك فتره. لا كنت محتاج ادخل حمام بس. وماله؟ شايف البطانيه اللي هناك دي؟ لا انا مش عايز اتغطى، انا عايز ادخل حمام. هتتغطى برضه. في هناك يا حبيبي جردل. تروح تفك ده لقيتك هناك. ازاي بس يا جدع والناس بتاع؟ ما ناس مين يا عم وبتاع ايه؟ انت خايف حد يبص عليك؟ احنا كلنا هنا رجاله. ما تخافش، انا في ظهرك. يلا روح بقى. وانت كده مفيش سلام ولا كلام؟ يا اخي ماليش نفسي اسلم عليك، ماليش نفسي اتكلم معاك اصلا. يا عم احنا كنا مع بعض على طريق. يا اخي على ابو ده طريق يا اخي. صدق ان انت معفن وحمار. صدق ان انت ابن كلب وسخ وعايز تتنفس. يالا ولا بلحه. انا شوك يا انت فاكر ايه؟ ابو حميد خلاص. ابو حميد خلاص يا عم بلح، في ايه بس؟ احنا عشره واهل حته واحده، يعني في ايه؟ صدق بالله اللي انت عملته ده عيب، ولو حد تاني عمل كده زيك هنا انت مش عارف كان هيحصل له ايه. اخرس. خلاص يا بلح خلاص. اوعى. خلاص يا جدعان، في ايه بس؟ لا جامد يالا، جامد قوي. عديل يا رجاله نعرف اخر الجموديه دي ايه. ها اشرب. وجمال لا 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 لا، ده مالك وباع الاخر ليه كده؟ عاوز افهمك انك ما تحملش حد